عسلامة. اليوم باش نعمل روسيت متاع شربة عدس، سوب دو لونتي. نسحق 125 غرام لونتي، بصلة مقصوصة، طرف ثوم، نص بطاطا ولا بطاطا صغيرة مقصوصة، نص جزرة مقصوصة، ونص طماطم مقصوصة. كان حابو نعملو أكثر نضربو في اثنين. دونك ناخدو ماء يترى ماء تقريبا، مغرفتين زيت زيتونة، وللفاح ناخدو ملح، كركم، فلفل احمر، تابل وكرويه، وشويه طماطم. دونك اول حاجه نصبو الزيت نتاعنا في طنجره، ومن بعد نصبو البصل. ناخذ البصل وحده ونستنوه حتى يسخن شويه، ومن بعد نصبو الخضار الاخرين. نسخن البصل نتاعي، نرمي الخضار الاخرين الكل. دونك الثوم نقصو طروف طروف كي هكا، السفنارية مع الجزر، الطماطم والبطاطا. نصب شوية ماء فريمون شوية على الاخر، ونغطيهم لمدة 3 دقائق. نردو بينا بالطبيعة، كان حزينه باش يشد ولا باش يسخن ياسر نزيدو شويه ماء. دونك بعد ما تعدو 3 دقائق نتاعي، نرمي العدس بعد ما غسلناه بالكدا بالكدا. العدس نجم نحطو العدس الاخضر كيما هكا، والا حتى العدس الاحمر، مش مشكل معناها. اي نوع من العدس كله باهي. من بعد نزيد الطماطم نتاعي، طماطم معجونة نص مغرفة كما قلت لكم، والملح، الكركم، والفلفل الأحمر، هذا الكل، والتابل الكروية، واللي حاب يزيد فلفل إكحالي نجم يزيد شوية زيت. خلطوهم بالبيع مع بعضهم، غطوه بالماء، غطوهم هذوما الكل بالماء. دونك باش يجي شوية ماء، تقريبا إترا كل كل، إترا ماء، ونغطوه ونخلي هذوما الكل يتيبو من بعضهم لمدة 25 دقيقة. توا تابت السوب نتاعنا، كل شيء تاب، معناها نحسو لونتي ولات طرية على الاخر، بطاطا كيف كيف، سفناريا. نقصو على النار ونصبو هذا الكل في ميكسور. في انا عندي روبو دونك يرحي، والا اللي عنده ميكسور ينجم يميكسي طول معناها ديريكتومون في الطنجرة، اما انا باش نصبو في الروبو نتاعي. هاو صبيت السوب في الروبو نتاعي، دونك نغطيه ونرحيه. دونك هاي السوب نتاعي نصب فيها في صحف. هكا كان ماهيش ليكيد ياسر، خاطر شوية اللي يحبها ليكيد أكثر يزيد أكثر ماء. إن شاء الله تعجبكم الروسيت، وإن شاء الله سيغتو تجربوها، وبتنساوش تعملوا أبونمون على الشير نتاعي، وبسلامة. الرجاء الاشتراك بالقناة لتصلك كل الفيديوهات الجديدة. شكراً.